كيف ما قلت لك خوت حنا لي فاكونس غادي ندوزو هنا في مدريد في لابيسين بركة علينا باش تعرفوا شنو كاين ومرحبا بكم معنا في لابيسين راه الا ما كانش المغرب هذا العام العام الجاي ماشي مشكل ولكن الحمد لله على كل حال هانتوما لابيسين بحال البحر ومشيو للبحر هنا في اسبانيا والعام الجاي ان شاء الله بحول الله نفكروا في المغرب فلهذا نصيحه للخوت بقاو معنا الخوت وما تزابيوش تابعوا معاكم السلام عليكم الخوت بخير هانيين صحه لاباس مزيان كلشي بخير الحوايج مزيانه هانتوما الخوت انا واحد النسبه حد ديال الخطافي يعني كبير 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 بزاف وكيف ما قلت لكم في العنوان ديال هذا الموضوع هذا انا العطله ان شاء الله بحول الله دوينا بديال اسبانيا يعني مدريد حتى لو بغيت نمشي للبحر نمشي شي فالنسيا قريبه حدايا ساعتين ونص المكانه ولا شي حاجه يعني هذا هو التفكير ديالي لان الناس اللي كتفكر ميساج للناس اللي باغا تمشي دوز عطله صيفيه بالمغرب حنا ماشي ضد الفكره انكم تمشيو ما تمشوش دوزوا العطله الصيفيه ولكن هذا الميساج للناس اللي خرجوا وكيدويو بزاف و فوالا لما دوزنا الصيف بلادنا بحال ما دوزنا والو الا ما دوزناش العيد في بلادنا بحال ما دوزنا حتى شي حاجه يعني اخوتي وحبابي راكم عارفين شنو واقع في هذه الاحيان هذه يعني وقع بزاف ديال المسائل الا وهي ظهور بعض البؤر ديال المغربيه يعني الحالات كتوصل حتى 940 960 حتى 1000 حاله في النهار وانتم على علم لان مدينه طنجة يعني الشمال راه داروا عليها الحجر الصحي وكذلك هنا في ديال الاسبانيا كنشوفوا على ظهور بعض البؤر وكنوصلوا حتى في برشلونه حتى 1000 و1000 وزايد حاله في الحالات وكذلك في مورسيا اللي واحد المدينه راه ما دايرين فيها الحجر الصحي رجعوا للمرحله الاولى باش نوصل لكم هذا الميساج ان العطله يمكن لكم دوزوها هنا باسبانيا راه ما كاينش مشكل راه كافي تمشيو يعني مشي شفتوا هزوا وليداتكم تبحروا معاهم شوفوا فين تمشيو معاهم راه كاين المرافق العموميه راه كاين لابيسينات كاين البحور هنا مزيانين يعني نصيحه للخوت باش انه ما تمشوش للمغرب وتبقاو عالقين تما وفي الاخر عاوتاني تقول يا ليتني يا ليت الشباب يرجعوا ايام تبقى عالق انا سمحوا لي راني مريض شويه ولكن المهم ندير معكم هذا الفلوغ زوين جيت مع العائله ديالي الصغيره و دوزنا نهار زوين في البيسين والله العظيم كما كتشوفوا كانت الدنيا عامره ولكن لافورو غير النص ديال لافورو تيعمرو ماشي 50% اقل ولا اكثر وهذا الفلوغ زوين بغيت نوصل هذا الميساج ديال هاد الناس لانهم تيفكروا يمشيو اسيدي يدوزوا يهبطوا للمغرب ما يهبطوا للمغرب ولا ما هبطوش للمغرب كيف والو خوتي وخواتاتي هاد المسائل هادي واش غادي نقول لكم الانسان يمكن له يدوز لي فاكونس ديالو هنا والشهير ديال الصيف راه دايز ومع العلم ان الحدود مع المغرب مع الخزيرات مع اسبانيا مازال ما حلاتش وربما هاد الارقام ديال ظهور بعض البؤر بعض المدن الاسبانية وكذلك المغرب ما كيبشرش بالخير ولا سمعتوا وزير الصحة البارح خالد اي الطالب من طالب خرج بعض التصريح البارح في العشية وقال لهم ربما المغرب غادي يرجع للحجر الصحي الا ما حصلتوش المسافة الامان ما درتوش الكمامات ما غسلتوش يديكم يعني هو قال لهم اعذر انظر فما اعذر ولا اعذر ما انظر مزيان من جوج قال لهم هذا انذار شفوي اللي باش تعرفوا شنو كاين ويعني هاد المسائل اللي جاري بها العمل ونصح الخوت ديالي المهاجرين ماشي ان المغرب ما باغيناش لا فكره غلطه يعني يا خويا وحبيبي الا كنت تهبط من هنا تهبط معك المرض وتمشي تعادي عائلتك ومنهم خوتك خوالاتك عماماتك عمامك خوالك كذلك منهم ولادك مرتك الا تعاديهم بلاش ولا تمشي انت تعاد وتجيب المرض هنا بلاش يعني الوقاية خير من الف العلاج الا ما هبطناش هذا العام المغرب راه ماشي نهاية العالم تنقول ما جات نعاودها ماشي نهاية العالم ولكن الانسان يعرف شنو يقول وشنو وكيفاش يتصرف نتمنى بعدا كني كنا العالقين اللي عالقين هنا بالخزيرات واللي عالقين بسبتهم ليليا اللي هما ساكنين بالمغرب جاو سياح وعالقين فكنا غير هادوك فما حبد ان المهاجرين اللي هما قاطنين هنا بالديال الاسبانيه والفرنسيه والبلجيكيه والهولنديه ما فلا داعي
وراكم عارفين ان فرنسا وقلت تسدد الحدود مع اسبانيا، كذلك بلجيكا بغات تسد الحدود مع اسبانيا، كذلك عدة الدول بغات تسد مع اسبانيا. لاقاش المسائل ما كتبشرش بالخير، المسائل ما كتبشرش بالخير الخوت والله العظيم. انتم والله العظيم المنظر غزال، وكما العاده ديما الكمامه، ديما الكمامه، ما تخطاكمش كمامه. وميساج اخر للناس اللي مازال ما عارفينهاش، ما خبركمش المغرب تقدر توصل الى ما درتش الكمامه تقدر تمشي للحبس، يعني تقدر تكون في واحد المولطه، واحد الضريبه غاليه، واش مزيان فهمتينيش، ولا تمشي فيها للحبس. شوف القانون المغربي فين وصل، لاقاش الا ما داروش هكا ما يمكن لهمش يسيطروا على الوضع. وحنا شعب كاموني، الا ما تحكيناش ما كنعطيوش الريحه، نقول لكم صراحه وما تقلقوش مني، والله العظيم الا شعب كاموني، شعب كاموني الا ما تحكيناش ما كنعطيوش الريحه. في هذا خص اللي حكنا مزيان، يلا نعطيو الريحه ويلا نتقادو. فهاد المنبر الخوت اللي بغى يدوز العطله الصيفيه، نصيحه من الاخ فيصل، دوزوها في مدينتكم مع وليداتكم مع عيالاتكم مع احبابكم وصحابكم. والمغرب الا ما كانش هاد العام يكون العام الجاي ان شاء الله بعون الله. راه المغرب ماشي ما باغيناش بحال شي وحدين يخرجوا في الفيديوهات، لا واه انا مغربي حر واش ما يخلونيش نهبط المغربي الجنسيه ما يخلونيش نهبط للمغرب. المغرب ماشي ما باغيناش، لا ما تمشيش ديك الفكره غلطه، لا ولا ما ديروش الفتنه. المغرب كيموت على المهاجرين، تيموت على المهاجرين، تنقول لهم مازال تنعاودها، ولكن للظروف احكام، للظروف احكام. الانسان خصو يتقبل هذا الواقع، خصو نتعايشوا مع الوباء، ولكن العقليه ديالنا ويعني والضمائر ديالنا مازال ما تعايشات مع الوباء هذا، ما نعرف علاش. حنا اي حاجه من حبه كديروا قبه، ودو الناس اللي عالقين يرجعوا بعدا بعدا، هذوك يرجعوا عند وليداتهم بعدا حو بردات. اما انت كمهاجر الا ما عيتيش في المغرب ماشي مشكل، انا يا سير عند الجزار الحولي. انا والله العظيم انا نقول لكم من هنا، انا الحولي شريته هنا عند الجزار، انا تقديت حولي العيد 165 الاورو، 165 لا 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 غلا لا مسكين. كاين بعض المدن مزايد فيها الثمن طبيعي الحال، واش انت فهمتينيش، ما تعرفوا شنو كاين. والناس اللي باغا تقدا حولي حي ولا حصلوا عندك في الطوموبيل عندك مولطه 300-350 الاورو، ما تعرفوا شنو كاين، من حدا راسكم. ولكن دوك الناس ميساج لدوك الناس اللي عندهم اليوتيوب، ولا ميساج دوك الناس اللي تيخرجوا في الفيسبوك تيقول لك فوالا انا مغربي الجنسيه وبلاتني ما بغاتنيش. لا اخوتي، حنا مغاربه ووطنيين حتى النخاع، تنقول لهم مازال تنعاودها، ولكن خصنا نكونوا جد وطنيين في هاد لمحاربه هاد الوباء. كيفاش؟ اننا نتعايشوا مع الوضع، اننا ما نهبطوش هذا العام، ما كاينش المشكل، ما كاينش المشكل. ولكن هذاك المهاجر اللي بغى يهبط لي فاكونس ويبقى عالق تما، هذاك ذنبو على جنبو، وتحمل مسؤوليتك وما تبكيش، وما تبكيش. هذا ميساج لدوك الناس، تفهمنا الخوت، يعني ما نطولوش عليكم احبابي، تقاسم معكم هذا المنظر الزوين. نمشي نوريكم لابيسين دابا كي داير، داك الشيء غزال، والله الا غزال بالله، داك الشيء منظم ونقي وغزال. راه لي فاكونس ندوزو حنا غير هنا في لابيسينات، راه عندنا البحر في مدريد ما خبركمش، عندنا البحر في مدريد. دابا نمشي لشي نهار ونوري لكم ان شاء الله بحول الله، وغادي نمشيو لبالنسيا يعني راه قريب الحال. يوم نهار ديال الطريق جوج ساعتين ديال المكاله، نمشيو الصبحيه ونروح حدنا في العشيه ولا بالليل بخير، بخير ولا خير. انا ما تفرج مع مولانا، الله يسهل عليكم، بقاو معايا نوريكم لابيسين. بلوك زوون ياك، وتقاسموا معايا البلوك هذا. كيف ما قلت لكم داكشي غزال، تبارك الله تبارك الله، غزال بزاف بزاف. ومرحبا بكم الخوت معنا في البلوك زوين، والله زوين والله. تقاسموا معاكم شي زوين والله. داكشي من اللور ديالي راه هو شكا ريستورا، ولكن ريستورا ما حلاش، ما حلاش في هاد الوقيته هادي، والله العظيم. كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا معايا الخوت، ندخلوا لابيسين دابا ونوريكم داك لابيسين. البيسين شنو كاين؟ بقاو معايا كما كتشوفوا، أجواء مزيانة. هانتوما كتشوفوا الخوت، غندخل معكم للبيسين ونوريكم داكشي معتبر 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 زوين زوين زوين. بقاو معايا هانتوما الأجواء كي دايرة، مرحبا بكم، داكشي زوين. البيسين كبير تبارك الله، الأجواء كي دايرة. مع العادي ما كرهتكمش هاد هاد العومة هاد التبحيرة هاد، شفتو الخوت الدنيا كيغزالة. صحتكم وراحتكم الخوت، والله العادي مرحبا بكم معايا، مرحبا بكم. ها
هانتوما الخوت هانتوما كما كتشوفوا معايا الخوت القضيه زوينه غزاله الدنيا عامره وكاين واحده بيسين من الجهه الاخرى من الجهه الاخرى راه صغيور بالنسبه للدراري الصغار هانتوما كلشي قاطعينو كلشي هو هذاك داكشي في المستوى الخوت بالمستوى والله مرحبا بكم معايا في هذه العومه او ليتس جو فهمت تخشوا في الماء المهم الخوت حنا سالينا لابيسين ديالنا سالينا كلشي كما كتشوفوا يلاه خارجين من لابيسين ديال بلاصه الطاكيات يعني بلاصه الخلاص حنا خارجين في حالتنا الخوت مرحبا بكم والمره الجايه ان شاء الله بحول الله نقول معكم شي فلوق واعر والنصيحه من الاخ فيصل العطله دوزوا هنا كلشي بخير وعلى خير يعني تبخير هذا السوايع كما تنقولوا بحال هذا الزوار الخوت وشكرا جزيلا للمتابعه حتى لشي فلوق اخر ان شاء الله بحول الله ونتبع معكم داكشي كيف ما كما كتشوفوا معنا هانتوما الخوت يلاه خارجين من لابيسين شنو هزو الطوموبيل ديالنا ان شاء الله شنو هزو الطوموبيل ديالنا وساعة اوبا كما قلت لكم جينا للنهايه المره الجايه ان شاء الله بحول الله ندير لكم شي فلوق واعر شكرا جزيلا للمتابعه شاركوا معنا في القناه فعلوا جرس لتوصلوا الجديد اعطيونا اللايك لعجبكم وضبط بيد الحال وذلك فضلا وليس امرا احبكم بالله السلام عليكم.